كلمه في حق شوف تي في. تبارك الله عليها، كنعرفوها ناجحه، والقضيه اللي في شوف تي في زوينه هي اللي كتقلب على الحادث، ماشي الحادث كيقلب عليها. وتبارك الله اللي ما عندوش شوف تي في تليفون، في نظريتي انا غير ما يديرش التليفون. والصراحه هي هذه، انا شوف تي في كتعجبني مزيان بزاف كاع صراحه، كتقلب كيف ما قلت على الحادث، وكتقلب في اي حاجه، اي واحد عيط لها في التليفون كتكون مواجده معاه. ونتمنى لها التوفيق والنجاح في العمل ديالها.